بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الصواغ. الصواغ الذي يصنع الحلي للنساء. وقال الطاووس رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، يعني الحرم لا يؤخذ حشيشها. الحرم لا يجوز لأحد أن يأخذ الحشيش منها الذي أنبته الله. وقال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر، يعني إذن لنا نأخذ الإذخر وهو نبت له رائحة طيبة، فإنه لقينهم، فإن الإذخر يستعمله الصواغ والحداد، فيأذن لنا أن نأخذه من أرض الحرم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، أذن بأخذ الإذخر من أرض الحرم لأجل الحدادين والصواغين، لأجل الضرورة أذن لهم في أخذه. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. قال الحافظ رحمه الله: الشارف الناقة المسنة، يعني كانت له ناقة مسنة من الغنيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفاً من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلاً صواغاً يعني يعمل الحلي من بني قينقاع أن يرتحل معي، يعني يخرج معي، فنأتي بإذخر، نجمع الإذخر ونأتي به. أردت أن أبيعه، أبيع الإذخر من الصواغين وأستعين به، أي بذلك المال في وليمة عرسي، أي في وليمة زواجه بفاطمة رضي الله عنها. فالنبي أذن لأخذ الإذخر من أرض الحرم لأجل الحاجة. حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أي القتال والظلم محرم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار يوم الفتح لأجل تطهيرها من الأصنام ومن الشرك. لا يختلى خلاها، أي لا يؤخذ الحشيش الذي نبت من الله من أرض الحرم، ولا يعضد شجرها، أي لا يؤخذ شجرها الذي فيه الشوك، ولا ينفر صيدها، إذا رأيت الصيد لا تنفره، ولا يلتقط لقطتها، إذا وجد شيء ساقط لا يجوز أخذه إلا لمعرف، أي لمن ينادي لمن هذا. وقال عباس بن عبد المطلب
رضي الله عنه إلا الإذخر، يعني إذن لنا أن نأخذ الإذخر من أرض الحرم لصاغتنا أي الذين يصنعون الحلي، ويسق في بيوتنا، نجعله في سقف البيت حتى لا يقع التراب على الساكنين. فقال إلا الإذخر، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الإذخر، وهو نبات له رائحة طيبة. فقال عكرمة رحمه الله، هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. إذا رأيت الصيد في الظل لا ينبغي أن تنفره وتجلس مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد، لصاغتنا وقبورنا، أي الإذخر استعمله الصائغون الذين يصنعون الحلي، وأيضا يوضع على القبر حتى لا يقع التراب على الميت. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الإذخر من أرض الحرم للحاجة. باب ذكر القين والحداد. قال الحافظ، أصل القين الحداد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينا. أصل القين الحداد الذي يعمل بالحديد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينا، حتى الذي يصنع الحلي يقال له قين. حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال، كنت قينا في الجاهلية، أي حداد يعمل بالحديد، وكان لي على العاص بن وائل دين، كان له دين عند العاص بن وائل، فأتيته أتقاضاه، أي أطلب منه حقي. قال، لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. فقلت، لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال، دعني حتى أموت وأبعث، أنه كافر لا يؤمن بالبعث. فسأوتى مالا، يقول العاص أعطى مالا وولدا يعني في الآخرة، فأقضيك. فنزلت، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فالخباب رضي الله عنه كان حدادا في الجاهلية. باب الخياط الذي يخيط الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء الذي يؤخذ لبه وقشره يكون كالقدح، فوضع في ذلك المرق دباء وقديد، قديد يعني قطع من اللحم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني يأخذ الدباء من حوالي القصعة. قال، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
رضي الله تعالى عنه، ففيه أن الخياطة عمل لا بأس به. باب النساج الذي ينسج الثوب ويصنع الثياب. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، برد الذي يجعل إزارا، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة، يعني ما يلبس كالإزار، هي الشملة منسوجة في حاشيتها، يعني في طرفها يعني خياطة قوية. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، أي صنعت هذا البرد بيدي ليعطيكها تلبسها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني دخل بيته ولبس هذا ولبس البرد. فلما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أكسنيها، أي أعطنيها ألبسها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع أي إلى بيته، فطواها أي طوى البرد، ثم أرسل بها إليه أي إلى الرجل الذي طلبها. فقال له القوم، قالوا لذلك الرجل: ما أحسنت حين طلبتها، سألتها، ما أحسنت سألتها إياه، لقد عرفت أنه لا يرد سائلا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت، أردت أن أكفن في هذا البرد. قال سهل: فكانت كفنه رضي الله عنه. باب النجار الذي يصنع بالخشب الأشياء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألونه عن المنبر، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخطب عليه. فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، قال: أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. أمرت غلامها يعملها من طرفاء الغابة، أي من خشب شجر طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أي بالمنبر، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه يخطب الناس صلى الله عليه وسلم. ففيه أن صناعة النجارة لا بأس بها. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار رضي الله عنهم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، يعني منبر، فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، كان قبل ذلك يقف عند نخلة يعني يابسة يخطب الناس، نخلة يابسة يخطب الناس، فلما تركها وصعد المنبر
صاحت النخلة حتى كادت أن تنشق، يعني حزناً لأن النبي تركها. الله أكبر، هذا من دلائل النبوة أن الخشب يصيح. الله أكبر. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، نخلة ناشفة يابسة حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن المنبر حتى أخذها فضمها إليه، ضم النخلة إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. الله أكبر. هذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الجماد يحب ذكر الله ويذكر الله. إن من شيء إلا يسبح بحمده. لا إله إلا الله. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. قال ابن عمير، قال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملاً من عمر رضي الله عنه، واشترى ابن عمر بنفسه رضي الله عنه. وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاةً، واشترى من جابر رضي الله عنه بعيراً. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الحاجات التي يحتاجها صلى الله عليه وسلم، كان متواضعاً صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً نسيئةً ورهنه درعة. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً نسيئةً ديناً ورهنه درعه، أعطاه الدرع رهن بينما يعطيه قيمة الطعام صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الدين عند الحاجة، ونيته القضاء فيعينه الله جل جلاله. باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: بعنيه، يعني جملاً صعباً، كان جمل صعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات، أي في غزوة في الجهاد في سبيل الله، وأبطأ بي جملي وأعيا، الجمل صار بطيء ما يمشي بسرعة، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، يعني صار ما يمشي بسرعة، فتخلفت أي تأخرت، فنزل يحجنه بمحجنه، المحجن عصا ملوية الرأس، فأخذ المحجن ودق الجمل حتى يمشي. ثم قال: اركب. فركبته، فلقد رأيته أكفه، أي أكف الجمل عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يعني صار سريع، الله تعالى أصلح الجمل. قال: تزوجت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني يحثه على زواج البكر، لأن البكر يكون المودة فيه أكثر وأقوى. قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة يعني ثيب عاقلة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، أي إلى المدينة، فإذا قدمت فالكيس الكيس. يعني استعمل العقل ولا تعجل. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بوقية، الوقية 40 درهما من الفضة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، أي المدينة، وقدمت بالغداة أي بالصباح، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. إذا قدم المسافر يبدأ بالصلاة في المسجد شكراً لله عز وجل. فدخلت فصليت، فأمر بلالاً رضي الله عنه أن يزن لي أوقية، يعني بالميزان، أوقية من الفضة بالميزان. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، أي جعل الميزان راجح يعني زائد. فانطلقت حتى وليت، أي ذهبت، فقال: أدعو لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل. جابر يقول: خفت أنه يرد الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال صلى الله عليه وسلم: خذ جملك ولك ثمنه. صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل والثمن له صلى الله عليه وسلم، يعني إكراما له وإحسانا له، لأنه تزوج يحتاج إلى نفقة، فأحسن إليه صلى الله عليه وسلم. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ اسم سوق، ومجنة اسم سوق، وذو المجاز اسم سوق، أسواقا في الجاهلية. فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، يعني كرهوا أن يشتجروا في هذه الأسواق، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج أن تبتغوا فضلا من ربكم. قرأ ابن عباس كذا رضي الله عنهما. فلا بأس بالتجارة في أسواق الجاهلية، لأن الله عز وجل نصر الإسلام ومكنهم. باب شراء الإبل الهيم. الهيم أي التي تشرب ماء كثير. باب شراء الإبل الهيم التي تشرب، أو الأجرب، البعير الذي فيه جرب، الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ
من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر رضي الله عنه. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها. قال ابن عمر: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى. سمع سفيان عمرا: المرض لا ينتقل بنفسه، لا عدوى، المرض لا ينتقل بنفسه، بل إذا قدر الله حصل، وإلا وإذا سلم الله لم يحصل. فابن عمر رضي بذلك واعتمد على الله جل جلاله. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنهما بيعه في الفتنة، إذا كان هناك زمن فتنة بين المسلمين فلا ينبغي بيع السلاح حتى لا يكون فيه معاونة في الفتنة. كره عمران بن حسين رضي الله عنهما بيع السلاح في وقت الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع. الدرع يلبس من حديد، يلبس في وقت الجهاد، قميص من حديد. فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، بعت الدرع واشتريت بذلك مخرفا أي بستانا، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وبيع السلاح جائز إلا في وقت الفتنة لا ينبغي. باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا قبيثة. النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على مجالسة الصالحين، لا تجالس إلا أهل الخير، لا تجالس الفسقة والعصاة. فمثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم رائحة طيبة. الجليس الصالح كذلك، إما أن ينصحك ويرشدك، وإما أن تجد الأخلاق الطيبة. والجليس السوء كصاحب الكير، الكير قربة ينفخ بها الحداد النار، فصاحب الكير هذا إذا جلست عنده إما يحرق ثيابك بالشرر الذي يطير من الكير، أو تجد رائحة كريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على مجالسة الصالحين، ويحذرنا عن مجالسة الأشرار. باب ذكر الحجام الذي يخرج الدم للعلاج. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وحجمه أبو طيبة، فلما حجمه أمر له بصاع من تمر، يعني أجرة، أجرة الحجامة، فدل على أن أجرة الحجام حلال، وإن كان فيه كراهة لكن حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل أبو طيبة، كان مولى وكان أهله يطلبون منه كل يوم أو كل شهر مبلغ من المال، فطلب منهم أن يخففوا عنه ويقللوا عنه الطلب صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، حدثنا خالد وابن عبد الله، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحج وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطي، يعني أجرة الحجام حلال لكن فيها كراهة. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر حلة إزار ورداء حرير، فرآها عليه أي لبسها عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرسل بها إليك لتلبسها، يعني ما أرسلتها لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، لأن الحرير محرم على الرجال، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها، فبيعها يجوز لأنها تحل للنساء والكفار يلبسونها، أما المسلم لا يلبس الحرير، الحرير محرم على الرجال ومباح للنساء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة، يعني ستر، اشترت نمرقة فيها تصاوير، اشترت ستار لكن فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، فعلينا أن نطهر بيوتنا من الصور. باب صاحب السلعة أحق بالثوب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النجار أراد أن يبني المسجد، المسجد النبوي، وكان ذلك المكان لبني النجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:
ثامنوني بحائطكم، أي كم تطلبوا ثمن هذا المكان؟ فقالوا لا نريد ثمنه، افعل به ما شئت وأجرنا على الله جل جلاله. باب كم يجوز الخيار، يعني إذا اشتريت سلعة وطلبت من البائع الخيار مدة معينة. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. البائع والمشتري ما زال في نفس المجلس كلاهما له الخيار، يجوز للبائع أن يقول خذ دراهمك أنا ما أريد بها، ويقول يجوز للمشتري أن يقول خذ سلعتك رد لي دراهمي. ما زال في المجلس كل منهما بالخيار. أما إذا افترقا وجب البيع، إلا إذا كان البيع بيع خيار، إلا إذا قال البائع أنت لك خيار مدة 3 أيام، فمدة الخيار الخيار. وأما إذا لم يكن خيار فإذا تفرقا وجب البيع. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني حتى يجب البيع يتفرقا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، البائع والمشتري، ما لم يتفرقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. أما إذا قال البائع للمشتري اختر وقال اخترت وجب البيع ولو لم يتفرق، أو قال له لك الخيار 3 أيام فهما على ما اتفقا عليه. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة رحمهم الله. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخيل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، أي البائع والمشتري، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، أي إذا كانت السلعة فيها عيب بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما أي أخفى العيب محقت بركة بيعهما. فينبغي للمسلم إذا كانت السلعة فيها عيب يبين، لا يخفي العيب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا إذا قال له لك الخيار 3 أيام أو قال له اختر قال اخترت وجب البيع. باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، يعني إذا قال له اختر قال اخترت وجب البيع وإن لم يتفرق، لأنه قال له اختر قال اخترت. وأما إذا لم يقل له ذلك فهما بالخيار ما لم يفترقا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني إذا قال له لك خيار 3 أيام أو قال اختر وقال اخترت وجب البيع. حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرات، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما أي كتما العيب فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس رحمه الله: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب، أي على بعير صعب لعمر رضي الله عنه، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: بعنيه، أي بعني هذا البعير. قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. اشتراه النبي من عمر ووهبه لابنه عبد الله. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي
بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، أي غلبته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، يعني بعيد، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال، يعني هو قربني إلى المدينة وأنا أعطيته الأرض وهي بعيدة. على كل حال إذا رضي وجب البيع. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاب. رجل كان التجار يخدعونه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا اشترى: لا خلاب، يعني لا خداع. وفائدة ذلك أنه إذا ثبت أنه خدع له الرجوع. باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق في تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس رضي الله عنه: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: دلوني على السوق. وقال عمر رضي الله عنه: الهاني الصفق بالأسواق، أي شغلني التجارة عن حضور مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، وفاتني من أحاديثه شيء. حدثني محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوق عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، أعوذ بالله، فإذا كانوا ببيداء من الأرض المستوية يخسف بأولهم وآخرهم. هؤلاء الذين يريدون غزو الكعبة الله يخسف بهم. قالت: قلت يا رسول الله: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. من كان نيته هدم الكعبة يعذب، ومن كان في السوق لم يقصد ذلك يبعث على سلامة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، أي لم يخرج إلا للصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة عليهم السلام تصلي على أحدكم، يعني تدعو ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. إذا صليت وجلست تذكر الله الملائكة عليهم السلام يدعون لك: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث ينتقض وضوءه أو يؤذي أحدا، فإذا أحدث أو آذى أحدا الملائكة تركوا الدعاء. وقال أحدكم في صلاة: ما كانت الصلاة تحبسه، ما زلت تنتظر الصلاة
فأنت تعتبر في صلاة يثيبك الله جل وعلا. ففيه الحث على المجيء قبل الصلاة لتنال هذا الأجر. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني حتى لا يحصل التباس، لأن الرجل دعا صاحبه وهو أبو القاسم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو، فقال: تسموا باسمي، سمي ابنك محمد ولا تكنوا بكنيتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعى باسمه، قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حتى لا يحصل الالتباس. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، أي لم أقصدك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال: أثم لكع، يعني هل هنا الطفل؟ اللكع يعني الطفل الصغير. أثم لكع، فحسبته شيئا فحبسته شيئا، أي أخرته، فظننت أنها تلبسه سخابا وهو ما يلبس به الطفل أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه، فجاء حتى عانقه الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة صلى الله عليه وسلم، كان يحب الصبيان رضي الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله وآل بيته أجمعين. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع، حدثنا ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان، أي من الذين قدموا يبيعون ما عندهم، أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حتى حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، يعني إذا اشتريت طعاما لا تبيعه في ذلك المكان حتى تنقله. قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، يعني ينقله إلى مكان آخر. باب كراهية السخب في الأسواق. قال الحافظ: وهو رفع الصوت بالخصام. السخب رفع الصوت بالخصام، لا ينبغي ذلك. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين.
الذين لا يقرؤون ولا يكتبون الأميين، العرب كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، أي لا يخاصم ويصيح في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمي أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف، صلى الله عليه وسلم. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن ابن سلام رضي الله عنه: غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. باب الكيل على البائع والمعطي، وقول الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم. فالله عز وجل حذر عن التطفيف، أن تنقص من مال أخيك، تنقص المكيال، تنقص الميزان، هذا محرم، والله توعد بذلك: ويل للمطففين، كقوله: يسمعونكم أي يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا، أي حتى تأخذوا حقكم بالوفاء. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، أي ضعه في المكيال، وإذا ابتعت أي اشتريت فاكتل. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى ينقله. حدثنا عبدان، أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، والد جابر رضي الله عنه، توفي عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وعليه دين. قال جابر: فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الغرماء أن يعفوا ويتنازلوا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، أي لم يقبلوا أن يتنازلوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق ابن زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، يعني ضع في المكيال وأعطهم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم. الله تعالى بارك في ذلك التمر حتى سدد دين والد جابر رضي الله عنه، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. الله تعالى بارك في ذلك التمر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله وبارك في ذلك التمر وسدد دين والد جابر رضي الله عنه. وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: جز له فأوف له. باب ما يستحب من الكيل. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا الوليد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كيلوا طعامكم يبارك لكم، كيلوا طعامكم الله تعالى يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، فيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا بالبركة في صاع المدينة ومدها. حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة صلى الله عليه وسلم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال الحافظ: الحكرة حبس السلع عن البيع، يعني أن تؤخر بيع السلع.